امرأة تعمل في مدرسة ابتدائية تعمل مدرسة، وهذه المدرسة تقول يعمل فيها رجال ونساء، ولا توجد مدرسة أخرى في بلدها إلا وفيها ذاك، وعمل زوجها لا يكفي لمصاريف البيت، هل عليها إثم إذا قامت بهذا العمل وماذا تصنع؟ الاختلاط ما يجوز، إذا كان فيه اختلاط بين الرجال والنساء فلا يجوز لها العمل في هذا، لأن هذا حرام، الاختلاط والمماسة بين الرجل والمرأة، الخلوة مع الرجل، كل هذا لا يجوز للمرأة، والرزق بيد الله، تترك الحرام ويرزقها الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.